نحتاج إلى فصوص الثوم، حوالي 10 فصوص من الثوم، 10 فصوص من الثوم، وطبعا يمكن مضاعفة المقادير حسب طول وكثافة الشعر. وهذا الكريم يمكن الاحتفاظ به لمدة 6 أشهر كاملة للاستفادة منه. ونحتاج كذلك لزيت جوز الهند، زيت جوز الهند يكون أصلي. طريقة عمل هذه الوصفة: أولا نقوم ببشر فصوص الثوم حتى نتحصل على عصير الثوم، لأننا في هذا الكريم نحتاج فقط لعصير الثوم. وطريقة استخراج عصير الثوم هي ببشره في المبشرة الناعمة. بهذه الطريقة نتحصل على عصير الثوم، لاحظي معي. بالنسبة لإزالة رائحة الثوم في هذه الوصفة سأذكرها آخر الفيديو بحول الله تعالى. ثم نأخذ، قلت، زيت جوز الهند، ملعقة طعام كبيرة من زيت جوز الهند، يمكن استخدام زبدة الشيا في هذه الوصفة. لمن طلب مني وصفات للشعر بزبدة الشيا يمكن استخدامها. ونضيف لكل ملعقة طعام كبيرة من زيت جوز الهند نضيف 4 ملاعق شاي صغيرة من عصير الثوم. نخلط المكونات جيدا. لاحظي معي، حتى الحصول على كريم الثوم الرهيب لحل مشاكل الشعر. بالنسبة لمن ترغب بإضافة زيت الخروع لزيادة فعالية هذا الكريم، يمكن إضافة ملعقتا شاي صغيرة من زيت الخروع لهذه الوصفة. نضيف كبسولة الفيتامين E لهذا الكريم إذا توفرت، غير متوفرة يمكن إضافة كبسولة زيت السمك كذلك. نفرغ كل محتوى الكبسولة. ونخلط نتحصل على كريم الثوم رهيب جدا للشعر. طريقة استخدام هذا الكريم: قبل الاستحمام بساعة نقوم بتوزيع الكريم على الفروة بهذا الشكل، نوزعه على فروة الرأس أماكن الفراغات جيدا، نوزع جيدا بهذه الطريقة. طبعا أنت تأخذين وقتك في توزيع هذا الكريم. الخطوة الموالية هي عمل تدليك للفروة، عمل تدليك بهذه الطريقة جيدا لحوالي 5 دقائق حتى تستفيد الفروة من فوائد الثوم والمكونات الأخرى. وبعدها نقوم بتوزيع الكريم على باقي خصلات الشعر،
وكذلك يوضع الكريم على أطراف الشعر إذا كان هنالك تقصف مفيد جدا. هذا الكريم رائع جدا لمن يعانون من تقصف الشعر. بالنسبة لمن لديهم مشكلة بعد صبغة الشعر، نضيف لهذا الكريم ملعقة من المايونيز المصنوع في البيت، فهذا الكريم ممتاز جدا إذا أضفنا ملعقة من المايونيز لحل مشاكل الشعر بعد التضرر من الصبغة. هذا الكريم يمكن استخدامه من طرف جميع أنواع الشعر وجميع ألوان الشعر، حتى المصبوغ باللون الأشقر يمكن استخدامه. نقوم بتوزيعه جيدا، بعدها نقوم بتغطية الشعر بواسطة البوني البلاستيك أو القبعة الخاصة بالحمام، قلت يترك لمدة ساعة كاملة، وبعدها نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر أولا والشامبو المناسب، ولإزالة رائحة الثوم من الشعر يمكن استخدام المخمرية عملها والاحتفاظ بها واستخدامها بعد عمل هذه الوصفات ذات الروائح الغير مرغوبة. غير متوفرة المخمرية عندك في البيت، نقوم بغلي زهرة البابونج أو بما تسمى بالكاموميل، نقوم بغليها جيدا، وآخر شطفة للشعر تكون بمغلى زهرة البابونج أو الكاموميل، ولكن يجب عمل كذلك تدليك عند شطف الشعر بمغلى زهرة البابونج للتخلص نهائيا من رائحة الثوم في هذه الوصفة. هذه الوصفة ممتازة جدا لتغذية الشعر، فإذا كنت تعاني من فراغات في مقدمة الرأس، فهذه الوصفة تغذي فروة الرأس، حيث يقوم الثوم في هذا الكريم بتنشيط بصيلات الشعر وتفتيح المسامات ليصل لها الأكسجين، وبالتالي تستعيد الدورة الدموية نشاطها من جديد لتغذية الشعر وحمايته من التساقط. كذلك الثوم هنا له دور المضاد الحيوي، هو يحتوي على مضاد حيوي طبيعي يساعد بشكل قوي في مقاومة البكتيريا والفطريات التي تتراكم في فروة الرأس وتحدث بها التهابات مما تسبب في سقوط الشعر، فكريم الثوم هنا ممتاز، وهو يحتوي على مادة الكبريت، على كمية كبيرة من مادة الكبريت، والتي تساعد في تقوية جذور الشعر وتجعل الشعر ينبت بشكل قوي ويحافظ عليه من التكسر في الأطراف عند استخدامه في أطراف الشعر ويحمي لك شعرك من التساقط.